قال رحمه الله: الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عن كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: فيما يقال عند رؤية أهل البلاء، إذا رأى المسلم آخر مبتلى. والبلاء هنا يتناول البلاء في الدين وأمره أشد، أو البلاء في أمر الدنيا، مثل يكون مبتلى في بدنه بعاهة أو إعاقة أو أشياء من هذا القبيل. فماذا يشرع لمن رأى المبتلى؟ قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. ليس المراد أن يقولها بصوت يسمع المبتلى، عافاني مما ابتلاك به، ليس المراد أن يقولها بصوت يسمع المبتلى، وإنما هذا حمد لله واستشعار للنعمة بالعافية والسلامة من هذا البلاء الذي عافاه الله سبحانه وتعالى منه. وهذا يستفاد من أن رؤية المبتلى، رؤية المبتلى باب للاتعاظ وذكر النعمة، ذكر النعمة وعظيم المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده. ولهذا شرع المبادرة إلى الحمد، حمد المنعم سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيذكر نعمة الله ويحمده سبحانه وتعالى. قال: لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء، يكون هذا الحمد على هذه النعمة سببا في عافيته وسلامته من ذلك البلاء.